قبل ما نختم بقى مش هنحلل الشخصيات كده. تخيلني في مفيش اي امبريشن خدته خالص عننا في كتير في كلمه في كتير. طب قول هادي خالص كده ورزين. رزين. طب اقول بصراحه بس سريعا اقول اقول طيب انت حضرتك يعني ايه عندك شبه خبرات كتير قوي وده اللي موصلك ان انت في هدوء وثبات انفعالي وصلت لحاجات كتير بسم الله ما شاء الله في حياتك كممثل طبعا وبحبك والله جدا كمان حبيبي ربنا يعزك فده اللي مخليك برضو في هدوء شويه وسكينه في الفكر. خش على حضرتك ماشي اتكلم بصراحه لا قول بصراحه. طيب حضرتك بتفكري زياده شويه انت حضرتك من النوع اللي بتحسبي الحاجه قبل ما تعمليها اكتر من مره أوكي. وشويه بيكون في مش تردد لكن بعيد افكار يعني الحاجه ممكن تاخد وقت معايا في الفكر ودايما ممكن بتحبي كذا حد يقول لك يختار معاكي او يقرر تاخد راي كذا حد في الاخر ممكن تعملي اللي انت عايزاه. لا هو انا في الاخر بعمل اللي انا شايفاه. ما انا قلت ممكن ده لازم بناخد فكره يعني. الورك شوب اللي خدتها نجحت كانت الله ينور عليك يا دكتور. الحمد لله الله ينور يا دكتور.